ثورة تسويق التات والحضور الإلكتروني الفعال، سأسرد عليكم بعض الأفكار العامة لحضور إلكتروني مميز وفعال. أول شيء، ابحث عن اسمك في محركات البحث، فإذا لم تجد فإن وجودك غائب عن الوجود الإلكتروني. طور حضورك في نتائج البحث عن طريق سيو Search Engine Optimization، والسيو هو مجموعة تكتيكات تحسن ظهورك في محركات البحث، تساعد في معرفة أكثر ما يبحث عنه المستخدمون على شبكة الإنترنت. استعمل طريقة كروس ماركتينج بواسطة الربط بين كل حساباتك المختلفة لإيصال المعلومة إلى الجمهور المستهدف عن طريق الوسائط التي يفضلها. انشر ما تقوم به من أنشطة مختلفة وشارك في العمل المجتمعي، لأن ذلك يرفع عدد متابعيك. تابع المؤثرين والقادة في مجالات اهتماماتك للاطلاع على الأحداث وكيفية إدارة حساباتهم. ركز تواجدك في الوسائل التي تقدم محتوى متميز، وتذكر أن بناء شخصية ذات حضور متميز يحتاج الصبر والوقت. اجعل كلامك بسيطا مختصرا ولا تكن مملا. اعلم أن مستخدمي التواصل الاجتماعي أذكياء، فلا تتذاكى عليهم. انشر محتوى جيد واستعن بالصور، فهي تقوي الكلمات. استخدم الهاشتاج، فهو يزيد من أعداد متابعيك. أخيرا، كن أنت أنت ولا تكن شخصا آخر، أي أن تكون كما أنت في الواقع وعلى منصات التواصل الاجتماعي. واعلم أن مفتاح الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي هو مشاركة الناس ما تتقنه وتحبه. إلى اللقاء في دورة إن شاء الله جديدة.